ميدان التحرير وحتى رفح المصرية، أحزان تتواصل تتتابع ودماء تسفك على التراب الغالي، أحزان على 16 شهيد دم غالي وقع على التراب الغالي بدون أي ذنب للأسف. بيتقال إن سينا مسرح لعمليات إرهابية من زمان، يا ترى هي دي الحقيقة؟ يا ترى سينا منطقة منزوعة السلاح فعلا تماما؟ يا ترى سينا مكان خصب لعمليات إرهابية في بيئة مماثلة لبيئة أفغانستان؟ يا ترى سينا مهملة على مدار العقود الفائتة؟ يا ترى سينا هي الهدف ولا مصر كلها هي الهدف؟ حول هذا الملف يحدثنا السيد اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة العمليات والقوات المسلحة سابقا. سيادة اللواء، أولا بنهني حضرتك وبنهني مصر بشهدائها، إن أنا يوم ما رحت قرش ده أحضر الجنازة كانت الأمهات بتزغرط وهي بتبكي كانت بتزغرط. شهداء فعلا. فعشان كده مش هنقول بنعزي، لكن إحنا بنهني مصر بشهدائها وإن في أبطال بيستشهدوا علشانها. بس يعني كفاية كده، كفاية دم وكفاية شهداء. إحنا محتاجين مصر تستقر بقى. في إطار الاستقرار وفي إطار الكلام اللي بيشاع، إحنا محتاجين نعرف الحقيقة من حد عسكري ليه خبرة في منطقة سيناء. يعني عارف إن حضرتك كنت محافظ جنوب سيناء لمدة 3 سنوات قبل كده، حتى يمكن لو جنوب سيناء منطقة بعيدة شوية عن التحديث، بس أكيد حضرتك ملم بهذه الأمور. محتاجين نعرف في البداية وصف حضرتك للحدث الأخير، هو في الحقيقة لجم ألسنتنا، ما احناش عارفين حتى نوصفه. وصف حضرتك للأحداث الأخيرة ورأيك فيها. هو طبعا نتيجة مرور حالة 40 سنة من الحرب تقريبا، يعني 40 سنة بالسنوات الهجرية، 39 سنة بالسنوات الميلادية. الميلادية طبعا مضت السنوات دي طويلة، وكان المخطط بعد ما انتهت حرب أكتوبر إن لابد من تعمير سينا، تعمير سينا بالبشر، لأن فيها كل المؤهلات والمكونات اللي تقدر يعني تنشئ مجتمع متكامل. أرض خصبة، أرض مليئة بثروات، ممكن زراعة، ممكن صناعة، ممكن تحجير، ممكن بترول، ممكن سياحة، ممكن كل ما نتخيل من أنشطة متوفر في سيناء، وسيناء تؤهل لهذا. لماذا لم يتم هذا المخطط؟ مخطط اتعمل وأنا يمكن محافظ جنوب سيناء في سنة 93 أو 94، وكان المفروض أن يبدأ تنفيذه من سنة 95 لحوالي 16 أو 15 سنة يعني. أنا ما أعرفش طبعا أسباب إيه اللي ما تمش التنفيذ، تم تنفيذ جزء صحيح منه زي مثلا نفق الشهيد أحمد حمدي، كوبري السلام اللي هو في قنطرة، اتعمل شبكة كهرباء رئيسية، اتاخد ساحل خليج العقبة كله سياحة تقريبا، في شمال سيناء انتشرت بعض المزارع اللي في الأراضي اللي ممكن تستصلح، اتعملت فيها شبكة التليفونات والكلام ده كله وبس، إنما لم تستكمل الخطة اللي كانت موضوعة إنها تستوعب حوالي 2.5 مليون مواطن بالإضافة إلى شعبها اللي تقريبا تعداده حوالي 650 ألف، يبقى كده حوالي 3 مليون، وممكن في المستقبل إنها تستوعب حتى 5 مليون كمان. على اتساع مساحة سيناء هي 650 ألف بس. يعني أنا أعرف إن سيناء مساحتها هي نفس مساحة اليابان تقريبا. لا هي مساحتها 62 ألف كيلو متر مربع مساحة سيناء كلها. استقطع الجزء اللي هو شمال قناة السويس بحوالي 25-30 كيلو، اتحط تحت سيطرة محافظات القناة
السويس وبورسعيد والاسماعيليه في النص. هذا الشريط علشان خاطر تبقى القناه ماشيه في وسط المدن دي، ويبقى سيطره المحافظه على الشرق وغرب القناه. وتوقف المخطط لتعمير سيناء. هو مش توقف، هو تباطأ. انا بقول لحضرتك تمت الحاجات الرئيسيه فيه، زي الطرق، زي شبكه كهرباء، زي السياحه مثلا انتشرت فيها، انما بعض المصانع اتعملت، جامعه اتعمل، يعني اتعمل فيها بعض حاجات، ولكن لا تساوي يعني 25% من المخطط نفسه. والمخطط كله تباطأ تماما، ما تمش في حاجه، والاسباب غير معروفه. يعني لا امكن حضرتك أن شايف ان اعاقه هذا المخطط هي اللي مهدت الارض هناك للعمليات الارهابيه؟ طبعا طبعا، نتيجه ان احنا ما استغلناش الوقت باننا ننشئ بقى مزارع وننشئ حضر ونعمل مدارس ونعمل منشات صناعيه وزراعيه وصناعيه وبتروليه وخدميه والى اخره. فبدل ما تنمو سينا نمى الارهاب. فنمى الارهاب طبعا. او هكذا يعني المشهد يقول كده يعني. وطبعا اتفاقيه السلام ما بتحددش حاجه من الكلام ده خالص، ولا بتحد من اننا نعمر سينا، يعني دي ارضنا ونعمرها زي ما احنا عايزين. طيب بمناسبه اتفاقيه السلام. ايوه. في ناس كتير اليومين دول بيقولوا ان اتفاقيه السلام لابد من تعديل بنودها، لان هي تعتبر سبب مباشر في ان الجنود ما قدروش يدافعوا عن نفسهم. خلينا ناخد بس الامور واحده واحده ونبتدي من الاسهل للاصعب. بالنسبه للاسهل، هل ينفع حضرتك رجل عسكري ان الجنود يقعدوا يفطروا كلهم في لحظه واحده؟ انا ما اعرفش عسكريا هل هذا يجوز؟ لا انا ما اعرفش هم كان وظيفتهم، هل هم كانوا في نقط ملاحظه في الامام على خط الحدود وبيقوموا بدور الديدبان يعني او الحارس على النقطه، ده وضع مختلف. هل هم احتياطي في الخلف متجمعين؟ ده وضع تاني. يعني ده حسب دورهم في العمل، ده انا ما اعرفش كان دورهم ايه بالظبط عشان اقدر اجاوبك يعني اجابه مباشره. ما كانت نقط حدوديه ده ال 12؟ لا مش نقط حدوديه، هم ما كانوش على نقط حدوديه، هم كانوا خلف خط الحدود. خلف خط الحدود؟ خلف خط المنطقه اللي جايين ناحيه المصوره، يعني دي غرب رفح يعني جنوب غرب رفح. حضرتك طبيعه العمليه الارهابيه ان الناس تدخل على جنود اثناء الاكل، الطبيعه دي حضرتك تصنفها ازاي؟ هل انت شايف ان دي اقرب لمين؟ مين اللي ممكن يعمل كده؟ احنا عارفين طبعا ان حضرتك ولا حد خالص لسه يعرف مين اللي ممكن يقول كده، لكن تصنيفها كعمليه ارهابيه بالشكل ده، لا احنا ما يصحش تنتمي لاي اتجاه؟ ما يصحش اننا نستبق اللي بيحصل النهارده، هم بيبحثوا في هذا الموضوع، لان هيبقى استباقنا يعني بنتكلم كلام خطر يعني، ممكن ناوي ان احنا ننحرف تماما ونتخيل تخيل غير الواقع خالص. فاحنا هو مجرد تحليل، لا ما نقدرش نحلل الوضع نعرف ابعاده. فحل الوضع ما اعرفش ابعاده. في ناس بتقول انه ممكن تكون حماس، ما كل واحد بيقول اللي على مزاجه. في ناس بتقول اسرائيل، لا كل واحد بيقول اللي على مزاجه. شفتي بقى، وناس يقولوا لا دول العرب، وناس يقولوا لا دول مصريين، ناس يقولوا خواجات، ناس يقولوا دول جن ازرق. لا لا لا، ما يصحش اننا نرهق نفسنا ولا حتى تقديريا، ولا تقديريا، لغايه لما يحصل التحقيق ويطلع ويظهر على البتاع اكتشفنا كذا وحققنا كذا ووجدنا كذا وعملنا كذا. بلاش الاستباق ده، لانه الاستباق ده خطر جدا، يؤدينا بينا الى ننزلق الى اخطاء ما لهاش داعي. طيب بالنسبة لاتفاقية السلام، دلوقتي في ناس بتطالب بإن تتعدل بنودها، في ناس بتطالب بإلغائها، إن هما شايفين اتفاقية السلام دي هي اللي مهدت العمليات الإرهابية، لأن الجنود مش مسلحين فمش بيعرفوا يدافعوا عن نفسهم. مش الجنود، بيقولوا نسينا منزوع السلاح. أولاً عايزين قبل ما حضرتك تكلمنا عن اتفاقية السلام تحديداً وإلغائها وإمكانية تعديل بنودها، عايزين نعرف هل فعلاً مقولة نسينا منطقة منزوعة السلاح دي حقيقية؟ منزوعة السلاح اذا كان الحدث ضد افراد حرس حدود عسكريين، يبقى منزوعة السلاح زي ده ده, ده ده اول يعني اسهل اجابه. انما اتفاقية السلام ما نزعتش السلاح من سينا، انما حددت اوضاع معينه طبقا لاتفاق الجانبين. ولعلم حضرتك القوات المسلحه اللي موجوده النهارده في سينا
قبل حرب 73 لم يكن لدينا 1/10 منه في سينا. 1/10 من اللي كان موجود النهارده في ارض سينا ما كانش موجود قبل حرب 67. 1/10 من هذه القوات في سينا. يعني حضرتك شايف ان الاتفاقيه كويسه؟ بنودها كده؟ ما فيهاش اي حاجه، وبعدين الاتفاقيه بتحمل في طيها وفي داخليتها اذا جد جديد يمكن قوي تعديل بعض النقط اللي فيها بالاتفاق بين الطرفين. بند كده رئيسي يعني فيه. طب بالنسبه لموضوع وتم تعديل اكتر من مره. تم زادت قوات ودخلت قوات حرس حدود في المنطقه اللي كانت فيها الشرطه المصرية. احنا نعرف الاول ايه هو اللي موجود وبعدين نشوف ايه التعديلات. حضرتك كنت ماسك خريطه احمر ودي بعمق حوالي 58 60 كيلو من خط المايه سواء من قناه السويس او من خليج السويس. المنطقه الصفراء دي اللي هي في المنتصف دي المنطقه ب دي فيها قوات الحدود. قوات الحدود كام تقريبا؟ اظن مكتوبه هنا حوالي 100,000. لا كذا الف. لا كذا الف. عموما هي زادت عن العدد ده. المنطقه ب اهي حوالي 4,000. 4,000 بس. وبعدين المنطقه الخضراء اللي هي ملاصقه الحدود دي جيم دي قوات شرطه بلا حدود. بلا حدود اي عدد. تمام. ده بعد كده المنطقه دال اللي هي المنطقه الزرقاء اللي في اسرائيل الناحيه الثانيه الجانب الثاني. بعمق كام كيلو؟ بعمق 3 كيلو. 3 كيلو. طب التسليح اللي في المنطقه الف اللي في المنطقه الف اللي هي المنطقه الحمراء فيها 262 مدفع ميدان ومدفع مضاد للطائرات، 22,000 جندي مقاتل، 230 دبابه، 480 مركبه مدرعه، بالاضافه الى العناصر الاخرى بقى اللي بتخدم هذه القوات كلها يعني. المنطقه اللي في المنتصف دي فيها افواج حدود حوالي 4,000، المنطقه اللي هنا زي ما قلنا الشرطه العسكريه، ولو ان حصل تعديل فيها بالاتفاق مع الجانب الاسرائيلي لان الاتفاقيه بتقول كده. الاتفاقيه بتقول ممكن تعديل اي حاجه فيها بالاتفاق بين الطرفين. ووافقوا لما حصلت الهجمات اللي كانت في غزه وبتاع دخلوا في عدين الناحيه الثانيه وزودنا عدد حرس الحدود ناحيه رفح يعني. ويمكن المره دي كمان زودنا العدد شويه يعني. قد ايه انا ما اعرفش يعني. ده التقسيم الف وب وج وده اللي في سينا. تمام. يعني سينا مش منزوعه السلاح زي ما قلت. لا لا منزوعه السلاح. اي كلام تخريف يعني. والمنطقه المنزوعه خالص هي جوه اسرائيل. احنا خدمنا في سينا قبل كده القوات اللي موجوده دي 10 اضعاف ما كنا احنا موجودين فيها زمان كنا موجودين. وهنا دي صحراء النقب. دي صحراء النقب ده في اسرائيل. في اسرائيل اللي هي ايه كام كيلو؟ 3 كيلو. لا صحراء النقب. لا ده حوالي 20 كيلو. 20 كيلو او 30 كيلو. 30 كيلو. متصل الى كيلو واحد تحت هنا لانها مثلث. مثلث هي فوق عريضه وتحت كده. طيب بالنسبه لموضوع الانفاق. راي حضرتك في موضوع الانفاق؟ الانفاق كان بيفرق شويه على غزه لما كانت محاصره. كانت محاصرة حصار قوي جدا من إسرائيل من البحر ومن البر إلى آخره. فكانت مصر تتغاضى عن الأنفاق دي على اعتبار أنها بتدخل لهم مواد تمنية إنما زادت عن حدها قوي لدرجة أصبحت الأنفاق بتعدي لواري بتعدي ده زي نفع الأزهر كده يعني حاجة ضخمة جدا. وأصبح غير معقول أبدا إنها تبقى مصدر قلق بالنسبة لمصر يعني. مصدر خطر طبعا. بتستخدم في تمرير طبعا السلاح وتهريب والله ممكن جدا يعني. ده اللي حصل بقى الله اعلم دلوقتي الموقف شكله ايه وايه اللي حصل وهل جاي لنا حد من الخارج هل من الداخل هل من الخارج والداخل هل بالتنسيق بين الطرفين الله اعلم. التحقيقات بقى هي اللي هتبين الكلام ده كله. التحقيقات هي اللي هتقول. فاحنا بنقول لا احنا عندنا بوابه رسميه وعندنا بوابتين كمان. بوابة رئيسية عند رفح وبوابة عند كرم أبو سالم. بوابة الرئيسية عند رفح للأفراد. بوابة كرم أبو سالم دي للمعدات. يعني إذا كان اللواري شايلة تموين شايلة بتاع كلام من ده. إنما الأفراد بالأتوبيسات والكلام ده بيبقى عن طريق
وبتحدد توقيتات لفتح المعبر وقفل المعبر، وده اللي يعني بيعمل الاتصال ما بين الفلسطينيين وما بين المصريين في سيناء يعني او في القاهره يعني. يعني ده هو اداه الاتصال القنوات الرسميه القنوات الرسميه. وعلى فكره يعني اتعمل بقى، هم ما كانوش عايزين يعملوا بوابه رفح دي. مصر اللي صممت وقالت ده جزء من الامه العربيه اللي هي غزه، وده جزء من دوله فلسطين، فلا بد يكون بيننا وبينهم بوابه. يعني احنا اللي صممنا لما جم ينسحبوا هم من قطاع غزه كاسرائيل يعني، ان لازم تعمل البوابه في قطاع غزه. عندنا في رفح يعني. طيب طب ايه راي حضرتك بقى في فتح الانفاق وفتح المعابر طول الوقت؟ لا انا شخصيا القرار الاخير اللي اخذه الدكتور محمد مرسي. لا انا ما اعرفش ان في قرار اتخذ بكده، انما انا شخصيا لا اوافق على فتح المعابر دي، بل بالعكس انا عايز انها تغلق تماما ويبقى في بوابه رئيسيه اللي هي بوابة رفح للأفراد، وكرم أبو سالم للمعدات الثقيلة واللواجئ، وهما الاثنين دول كافيين جدا لدخول الأفراد ودخول المعدات. إنما الأنفاق تعتبر خطر علينا تماما يعني. وجرى كل الفلسطينيين اللي عدوا منا ممكن قوي يكونوا من جهة تانية ويدخلوا النفق، واحنا ما نقدرش نسيطر عليه، عمليه يعني صعبه السيطره على الحاجات دي. انما على البوابه السيطره كامله، على البوابه الثانيه بكرم ابو سالم السيطره كامله. في خبر من شويه جالنا كده على موبايلات ان الجيش بيردم الانفاق بالمعدات الثقيله ردم كامل. كويس، يا ريت. طب ما هو هيحفروها تاني. ايه بقى طرق السيطره من وجهه نظر حضرتك ان ما يتمش حفرها تاني؟ هم عندهم خبره قويه جدا في موضوع لو انت عندك راي قولي لي عليه كده ونقول لك اه كويس ولا لا. هو النفق بتاع يتحفر نقدر نردم؟ ما هوش حاجه عندك تشافه يتردم، يعملوا رفق نردمه تاني. كل ما يعملوا رفق نردم ده الحل، مفيش سيطره. بقى هتعمل ايه؟ بيشتغلوا من تحت الارض. انا سمعت كمان الانفاق دي بتطلع على بيوت، يعني بيوت كبيره. انفاق افراد، انفاق صغيره بيدخل فيها الفرد ويطلع في يدخل في بيت في جنينه بتاعت بيت حاجه كده يعني. امال الانفاق الكبيره بتطلع؟ لا ده لواري وتمسات وعربيات يعني، ده نفق بقى متجهز يعني، حجر بقى وداخل يعني. بقول لك عامل زي نفق الاصغر لما يكون جرار ماشي في نفق لمسافه كذا كيلو، ده جوه يبقى شكله ايه؟ يبقى فيه تهويه كمان وفي مش كده؟ اه لا دي انفاق، لا ما يعني لازم نقضي عليها تماما، ويبقى في البوابات الرسميه لدخول الخروج زي اي دوله في العالم بيننا وبين جارتها، بوابات رسميه واضح النهار كده ويجي ياخد تاشيره. البعض بيقول ان الانفاق في ده اقتصاد الانفاق، بعض الموجودين من النشطاء والمحللين والسياسيين اللي على اقصى اليسار يعني بيقولوا في اقتصاد الانفاق ده اقتصاد كبير جدا. فلما سالتهم مره بقول لهم الاقتصاد ده بيعود على مين بالنفع؟ على المصريين ولا الفلسطينيين؟ اسمحي لي لما تكون انت حضرتك بتهربي، انت مهربه وعندك اطنان عايزه تهربيها، يبقى اقتصاد ينفع للبلد ده؟ مش ما ينفعش للبلد، ينفعك انت بس. انت اللي هتهربي الاطنان اللي عندك دي او تجيبيها، هينفعك انت مش هينفع البلد. يعني اقتصاد موجه لافراد اللي هم بيقوموا بيه، انما مش موجه للبلد. ما عملناش نمو، ما عملناش تنميه. وبعدين ما انت ما كن عايزين نورد ونشتري نجيب، عندنا كرم ابو سالم لواري زي ما انت عايز ابعتي. لما كان حصل اعتداء على قطاع غزه من اسرائيل واحتاجوا الى جراحات واحتاجوا الى ادويه واحتاجوا الى مواد غذائيه و لواري من عندها اتحركت ودخلت من كرم ابو سالم ودخلت جوه غزه وبعتت الادويه ودخل الاطباء وعملوا عمليات جراحيه والى اخره. يعني مدينا ده قطاع غزه، دول عرب، دول الفلسطينيين واشقاء، مش كده ولا ايه؟ انما احنا ما نستخدمش بقى وسائل سريا ومن تحت الارض ونقول اشقاء في الاخر. في الاخر لا ما ينفعش. تمام.
طيب حضرتك رأيك في اللي عملته إسرائيل؟ يعني إسرائيل لما دخلت المدرعتين اللي هم ضربوا الشباب بتوعنا وجنودنا وقضوا عليهم وبعدين طلعوا دخلوا 25 متر في الأراضي الإسرائيلية. ده ما هم بيدخلوا الأراضي الإسرائيلية زي ما هم عايزين. لا بالمدرعات. إسرائيل لقطتهم وضربت المدرعتين على الفور. هم يقدروا يدخلوا إسرائيل إلى قطاع غزة ويضربوه مرة وقعدوا وضربوا عليه مرة واثنين وثلاثة ويطلبوا لغاية دلوقتي بيضربوه بالطيران لما وبيضربوا منطقة الأنفاق دي بالطيران برضه يدخلوا يضربوه. اللي هم مين؟ الإسرائيليين. لا أنا بتكلم على الإرهابيين اللي عملوا العملية وقتلوا جنودنا. لما خرجوا بالمدرعتين القوات الإسرائيلية ضربت المدرعتين. أيوه. مجرد ما جت على ناحية أرضهم ضربوا المدرعتين. فهل حضرتك شايف إن في تاريخ لتعاون إسرائيل مع مصر على النقط الحدودية في القضاء على الإرهاب؟ لا هو مفيش تعاون ولا حاجة، هي ضربت لأن دخل أرضها مدرعتين مش إسرائيليتين ضربوا. كنت بقى ان انت تحوريها لانها يبقى في تعاون. ده موضوع تاني خالص، ما فيش حاجه اسمها تعاون. يعني مش ممكن يحصل اي اتفاق لكشف هويات الارهابيين او العمليات الارهابيه؟ يعني يقول مثلا ان اسرائيل حذرت رعاياها وقالت انسحبوا من سيناء قبلها بثلاث ايام، ومحافظ سيناء طلع قال. يعني هل تعتقد ان احنا نتفق مع اسرائيل عشان نضرب حد عرب؟ مش نضرب حد، ما احنا مش عارفين مين اللي عملها. طب ما خلاص يبقى مش هنتفق. الخلايا الارهابيه. لا احنا مسؤولين عن نفسنا. احنا مسؤولين عن نفسنا. مراد موافي ايه علاقته بالموضوع عشان يقال؟ هو باعتبار انه هو الرجل المسؤول الاول والاخير عن امن الدوله، اللي هو كل ما هو خارج الحدود الدوله بيهدد مصر مسؤول انه هو يبلغ عنه. هو بلغ، بيقول زي ما بيقول كده انه بلغ. بلغ مين؟ معرفش. هو بيقول بلغ المسؤولين. محدش استجاب. جايز يكون كلم حد في سيناء، كلم حد في قطاع جيم، كلم الشرطة. هو المخابرات أصلا تصنيفهم يعني المخابرات العامة المخابرات الحربية تدخل جواها ولا دي حاجة ودي حاجة؟ دي حاجة ودي حاجة خالص، دي مالهاش علاقة بدي خالص. دي شغلتها إيه ودي شغلتها إيه؟ القوات الحربية خاصة بالقوات المسلحة، معلومات للقوات المسلحة. اما المخابرات العامه دي الامن القومي، يعني امن اقتصادي، امن سياسي، امن كل حاجه. كل حاجه. لكن القوات المسلحه دي القوات المسلحه بداخليتها هي نفسها. ده جهاز السلاح. عدم تنميه سيناء وعدم تنفيذ مشروع تنميه سيناء خلى بعض ابناء البدو مش لاقيين مصدر رزق، فبيكفر بعمليه ان الدوله بتهتم بيه او خلاص. انما لو كنت انا عملت له مساكن وعملت مدارس وعملت مزارع وعملت ايدي عامله تشتغل في مصانع و الى اخره، ونفذت مشروع تنميه سيناء اللي معمول لمده 20 سنه من سنه 94، كان زماننا قربنا نخلص منه بعد سنتين، كان زماننا خلصنا منه. يعني كده صوت بيكفروا بالوطن جوه الوطن. جوه سيناء 3 مليون مواطن، منهم 500 600 الف مواطنين اصليين، مواطن من سيناء، والباقي من الواد ايدي عامله اشتغلت وانتاج وكله. حضرتك قصدك ان هم بيكفروا بفكره الوطن نفسها؟ هم طبعا الشباب الصغير ده مش لاقي حاجة يشتغل فيها، مش لاقي. نص تلاقي على طول ينحرف. ينحرف ازاي؟ ينحرف. أول الانحراف اللي أنت شايف إن الثانويين بينحرفوا فيه. هل الإرهاب مثلا؟ ممكن يعني يصل إلى حد الإرهاب. ينحرف إلى أن يصل إلى حد الإرهاب. ممكن. وهم نفسهم بيعترفوا. يعني بيقول لك قلة من عندنا أيوه منحرف، بس أنا ما يصحش إن أنا أقول على كل بدو سينا كده. لا، بدو سينا ناس شرفاء أمناء مخلصين ساهموا في حرب أكتوبر وأيام حرب الاستنزاف، وكانوا مشكلين جمعيات يعني مجموعات تعمل خلف الخطوط وبيدوا معلومات عن القوات الإسرائيلية وتحركاتها وإلى آخره، وساعدوا في حرب أكتوبر. شرفاء، يعني أصل البدو هناك شرفاء. كون إن قلة منهم زي عندنا في الوادي، ما إحنا عندنا هنا منحرفين.
جزء من حد، بس الجزء بسيط مش كل يوم، جزء بسيط بالنسبة للتعداد. يعني هل ترى ان وجود صراع سياسي ما بين الاخوان وما بين باقي الفصائل ليه تأثيره في اللي بيجرى دلوقتي، في ان الدولة بقت رخوة، الدولة بقت ضعيفة؟ انا شايف مصر بقت ضعيفة دايما بعد الثورات، يحصل فترة اضطراب الى ان تستقر الاوضاع، تاخد ده ممكن من سنتين لخمسة، من سنتين لخمس سنوات. هذا الاضطراب يحدث في الثورات الشعبية بالذات الى ان تستقر الاوضاع، واحنا لابد بقى اننا نبتدي نقاوم اعمال البلطجة، اعمال التخريب اللي بتتم دي والكلام ده كله، لابد ان نقاومها بجرأة كاملة. نقاومها ازاي اذا كان مفيش امن في الشارع؟ لازم نزود قدر الامن ده. نزوده ازاي؟ ما الامن بقاله سنة ونص ومضرب. والله انا يعني اقترحت على وزارة الداخلية من زمان ايام المنصور العسوي، حتى خدها وبعد ما مشي من البتاع بدأ يكررها، وبعت له كتبتها في الاخبار، في جريدة الاخبار. بقول ان احنا عندنا حوالي 20 ل 30 الف طالب متخرجين من كليات الحقوق، اعمل عليهم كشف طبي، خد منهم 2000 3 4 5 زي ما انت عاوز، اديهم كورس في الشرطي ويبتدي يشغلهم في الاقسام، بلاش تخرجهم في الشارع، وخد اللي في الاقسام دول خرجهم في الشارع طلعهم بره. لا مش بس الاقسام ده، في السجل المدني يعني، في السجل المدني في حاجات كتير جدا، طلع بقى الناس دول دكان يدخلوا بقى في عمليه السيطره الامنيه المظبوطه على ما حصلش حاجه. يعني يحط بتوع الحقوق في الاماكن الاداريه وتيجي تكلميهم يقول لك لا لا يمكن، احنا لازم يدخلوا كليه الحقوق، كليه الشرطة. يعني افكار موجوده بس ما حدش بينفذ. طيب ده حضرتك برضو ما جاوبتش على السؤال. هل حضرتك شايف صعود الاخوان سدة الحكم في مصر، حتى ان رئيسهم هو رئيس مصر من الاخوان، ده ليه علاقه بفتره الاضطراب؟ هل ده هيطول فتره الاضطراب؟ حضرتك يعني قدرتها ان هي 5 سنوات، هل شايف ان صعود الاخوان هو سبب غير مباشر في الربكه السياسيه وفي اتاحه المناخ؟ لا ما اقدرش اقول ان هم السبب. تحت مناخ العمليات الارهابيه، ما هو البلد كلها في حاله سيوله. ضمن الاسباب يعني، ضمن الاسباب بس مش السبب الرئيسي. مش سبب رئيسي. طب امال ايه السبب الرئيسي؟ احنا عندنا بلطجيه تقريبا حوالي 1.5 مليون، عندنا اولاد شوارع حوالي 1.5 مليون، لما تجمعهم على بعض كده اولاد الشوارع زاد البلطجيه يعني حوالي 3 مليون. دوله اسرائيل 3 4 مليون مواطن، فدول دوله جوه الدوله. فين تعاملنا مع اولاد اطفال الشوارع ازاي؟ ولا حاجه. تعاملنا مع البلطجيه ايه؟ ولا حاجه. طلعوا من السجون مش عارفين نقبض عليهم وندخلهم السجون تاني. نعمل لهم معسكرات في الواحات ولا هنا ولا هنا ولا هنا. لابد ان نقضي على البلطجه، اعمال البلطجه دي كلها. هل شايف ان الجيش ليه دور في القضاء على اعمال البلطجه؟ يعني دلوقتي الشرطه مش قايمه بدورها. دور الرئيس الشرطه. طب الشرطه مش قايمه بدورها، هل هنسيب مصر في حاله سيوله امنيه مع السيوله السياسيه البلد تنتهي؟ احنا لو خلينا الجيش يهتم بالموضوع ده هو، يبقى لازم نسيب المهمه الرئيسيه بتاعته. نترك المهمه الرئيسيه بتاعته اللي هي الدفاع عن ارض الوطن. يعمل ايه بقى؟ اختار انت واحده من الاثنين. لا انا قوي بقى الشرطه، وزي ما بقول لك كده عندنا اساليب مختلفه نقتنع بيها ونقوي الشرطه بخريج الكليات الحقوق يشتغلوا في الاقسام، واللي في الاقسام يطلعوا يشتغلوا في الشارع. يبقى في النهايه احنا كده نتيجه لهذا التسلسل والوصف وصلنا ان المشكله والازمه الاساسيه عندنا هي السيوله الامنيه، الانفلات الامني. طبعا لو حصل طبعا يعني قبضه امنيه على الشارع، مش هيبقى في بلطجيه، الجيش هيشوف وظيفته على الحدود، مش هيبقى في ارهاب. بالظبط كده. طيب ما هو انت حللتي اهو الموضوع. ما هو شفت تحليل بسيط ازاي بقى؟ ماشي طيب، ما هو انا وياك بتفق معاك في كده. طيب ايه وسيله الضغط على الداخليه علشان تنفذ فكره زي اللي حضرتك طرحتها؟ الصحافه تضغط مره واثنين وثلاثه غير الصحافه. الصحافه ما هي الصحافه لما بتتكلم دلوقتي بيقولوا معميله ومهجوره وبتخرج يضربوهم. لما تعمل مجلس الشعب برضه يضغط عليهم. ما مجلس الشعب منحل دلوقتي ولا لسه؟ لما
هنشتغل يعني، هنضغط عليه يعني نمسكهم نضربهم يعني، هنضربهم علق يعني ولا ايه؟ لا الصحافة تضغط مرة واثنين وثلاثة وخمسة زائد المنظمات المجتمع المدني، المجتمع المدني تطالب بتنفيذ هذا المقترح، نظهره مرة واثنين وثلاثة ونضغط على الحكومة انها تنفذ هذا الكلام يعني، ادوات ضغط كتير. طب في عودة لشهداء رفح، هل حصل عمليات سابقة خلال السنين اللي فاتوا والثلاث عقود اللي فاتت اللي هي ايام حكم مبارك، عمليات مماثلة راح فيها هذا العدد؟ لا حصل بس مش هذا العدد كله يعني، كان بيبقى ثلاث اربع افراد بتاع كلام من ده في نقطه حدود او حدود في نقطه من النقط اللي على الحدود. كان بيبقى عمليه ارهابيه مدبره برضو ولا كانت بتبقى حاجات؟ والله ما اعرفش يعني، ساعات بيبقى في خطا من جانب المصري وفي ساعات خطا من الجانب الاخر. وبيتم معالجته اول باول. الجانب الاخر هو الجانب الاسرائيلي. اه طبعا. اه لكن مش عمليه ارهابيه لا 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 محكمه زي اللي حصلت. لا لا حصلش، لا حصل ضربوا في طابا مره، جماعات ارهابيه ضربت في فنادق طابا. ما هو ده السؤال، كانت الجماعات، ما هو ده التحول يا سيدي. أيوة. ان الجماعات الارهابيه لما كانت بتنتشر في ربوع سيناء كانت بتنتشر في وسط المدنيين بهدف زعزعه الاسرائيليين من تواجدهم جوه طابا وجوه سيناء. لكن النهارده العمليات الارهابيه ضد الجيش المصري. ما هو زادت بقى. هل ده طبيعي ان العمليه الارهابيه تبقى ضد الجيش؟ ما هو ده لو سكتنا على كده هتفضل تتزايد اكتر بقى واكتر واكتر وهكذا. تتزايد يعني ازاي؟ تتزايد. أيوة يعني كل النتيجة يوم تسمع بقى على حادثه. اه النتيجه بقى، ما النتيجه كده ما يبقى لابد يبقى لابد اننا نقضي على جذور العمليه دي من الاصل، هو بالوقت اللي بيتم اه اللي هي الانفاق، الانفاق والمناطق اللي بيتجمع فيها الناس دي بمنطقه الحلال والحسن والكلام ده. في مناطق كتيرة معروفة المناطق آه طبعا معروفة، في طهران بيروح دلوقتي يضرب فيها ويهجوا بره بيضربوهم بالرصاص وبيقبضوا على بعض الناس. هل حضرتك عندك مثلا أسماء المناطق؟ لا ما عنديش أسماء المناطق، أخطرهم هي منطقة الحلال. أخطرهم ده نتيجة الطبيعة الجبلية الشبيهة لأفغانستان كده؟ لا ده جبلية وصعبة وبتاع وكلام من ده، إنما هم بيطلعوهم بره الطيران بيضرب يوم يهجوا بره يطلع بالمدرعات وبتاع يمسكوه. بيستخدموا اساليب بقى يعني طبعا قتالية. اساليب قتاليه، ما هم الناس بتقول لنا ان دلوقتي اللي موجود هناك ده مش مجرد قضاء على الارهاب، ده في حرب في سيناء دلوقتي. يعني الناس اللي موجودين ضد الارهاب يعني. اه بيقولوا في حرب. هو الارهاب ده اصله حاجه دوليه على فكره، الارهاب ده موجود في امريكا برضه. مين قال لك ان امريكا يعني ما بعدهاش ارهاب؟ في ارهاب طبعا، الارهاب موجود في كل الدول. اه في ارهاب، بس هو يعني حزننا المره دي ان الارهاب جاي ضد الجيش اللي هو المفروض بيحمينا، فالامر كان صعب على الناس شويه. اه طبعا طبعا انا معاك، انا متفق معاك. طيب حضرتك احنا عايزين كلمه اخيره كده عن الجيش النهارده، الجيش المصري. هل حضرتك شايف ان اللي حصل ده اضعفه؟ هل حضرتك شايف ان الثوره اتسببت في ان الجيش استبيحت اهانته في الفترة الأخيرة، إقحام الجيش في السياسة؟ لا لا كل ده أثر؟ لا لا ما افتكرش. هو بس عشان الجيش المصري يعني بالعكس هو محبوب جدا من البدو اولا يعني، البدو سينا لانه في علاقات طيبه جدا بين القوات المسلحه وبين بدو سينا من ايام انا كنت في الجيش حتى كنت قائد الجيش برضه، كنت بقابل مشايخ القبائل والكلام ده كله، كانت علاقه طيبه جدا وبقدم لهم خدمات. ده وانا اعتقد يعني فاكر وانا ملازم اول ولا ملازم تاني، حتى مش ملازم اول ملازم تاني بخدم في سينا، كنا بننقل فناطيس الميه ونحطها على المدقات اللي بتدخل الى العشش بتاعتهم والخيام بتاعتهم، ونملى فناطيس هم يطلعوا الجراكن كده نملاها ميه ونمشي. احنا كده قوات مسلحه علاقتنا بيهم طيبه جدا. لا احنا بنتكلم على الشعب المصري، انا بقول لك اهو يعني مش البدو بس. لا حضرتك شايف ان بعض من ابناء الشعب المصري استباحوا
إهانة الجيش بعد الثورة لإقحامه في هو شوفي ده بقى دي بقى مخططات من الخارج. بتيجي مخططات من الخارج اللي درسوا بره يقول لك علشان تنجحوا عشان تطلعوا وبتاع بتاع يكسروا سن الجيش يعملوا مش عارف ايه بتاع كده يعني. طبعا دي حاجات معروفة يعني انها بتتم ازاي. مفيش حريص ان هو يتعامل معاه بهدوء يعني. شايف الاخوان هيستمروا في الحكم؟ رأيك؟ ما اعتقدش. السبب؟ ان بعض الاحداث اللي هي بتتم دلوقتي او الكلام اللي الواحد بيسمعه يعني الانتخابات اللي جاية في مجلس الشعب هتبين. لكن انت لا تعتقد؟ لا. راضي عن ادائهم؟ الاخوان يعني؟ أنا مش حاسس بيه الحقيقة. أنا مش حاسس يعني مش حاسس أصلاً مش حاسس في أداء. هل من حق الدكتور محمد مرسي إنه يقيل حمدي بدين أو قائد جيم؟ لا هو ما أقلوش. لا هو من هل من حقه يعني فنياً؟ لا لا لا, لا ما أقلوش. هو طلب من القوات المسلحة إنها تقيله. إنها تسيب يعني. طب افرض إن القوات المسلحة ما رضيتش. ما هي شالته من الشرطة العسكرية وحطته مساعد وزير دفاع. من حق القوات المسلحة. لكن هل من حقه نظام تنظيميا هل من حق الرئيس وهو راجل مش عسكري ما هو الرئيس مش راجل عسكري الان هو راجل مدني ده راجل دكتور جامعه بس هو قائد اعلى القوات المسلحه ازاي قائد اعلى القوات المسلحه ومش منها حسب الدستور ده الدستور كان محطوط على ان دايما جاي عسكري هو لا معلش هو حتى لو مدني زي امريكا زي في اي حته لكن من حقه ان هو يقيل من حقه يقيل لكن هو ما اقلش لانه لا هو طلب هو طلب طلب من القوات المسلحه انها تنقله من المكان الواقع نقلته وعينته مش عارف احنا بنشكر حضرتك سياده اللواء و احنا شوفي يعني في نهايه الكلام كده نرمي ان كل واحد يقوم بدوره وان كل واحد يحط في مصر في مقدمه افكاره في كل خطوه من خطوات اللي قدامها ان مصر دي ام الدنيا ومصر دي بلده ومصر دي حياته ولابد ان هو يحافظ عليها. لابد كلنا نحافظ على مصر. وكلنا نخاف على مصر. يا رب ربنا يحفظ مصر ويحفظ ولاد مصر. ربنا يحفظنا. يا رب.